نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. أهلا بكم يا أصحابي، أنا بيرو، وزي ما اتفقنا كل مرة معانا قناة جديدة في رمضان. كل عام وأنتم بخير. وقناتنا معانا النهاردة هتعمل لنا وصفة رمضانية كلنا بنحب نعملها في شهر رمضان. وقناتنا النهاردة هتعمل لنا طريقة الكنافة بطريقة مختلفة وجديدة، دي بقى لعشاق الشوكولا، وأكيد لما تشوفوها هتحبوا تعملوها علشان هي بطريقة جديدة ومختلفة. وقناتنا النهاردة قناة طبخة ومعلومة مع أمونة. يلا تعالوا معايا نشوف هتعمل لنا الطريقة ازاي. الله وبركاته. حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده كنافه الشوكولاته، او بيسموها كنافه سواريه. هنعملها بكل تكاتها واسرارها، وهقول لك ازاي تبقي استاذه فيها وتبهري اولادك وزوجك وضيوفك. هنعملها باقل التكاليف. يلا معايا نقول المقادير. استخدم النهارده نص كيلو كنافه، انا جبتها وقطعتها صغير بالشكل دوت، وهستخدم كمان طمن شوكولاته بيضه، انا مش هستخدمها كلها، هستخدم نصها. ومعايا ربع شوكولاته بنيه خام، ومعايا هنا كوبايه سمنه بلدي، ممكن تستبدليها بزبده او سمنه نباتي. ومعايا هنا معلقتين سكر بودره كبار، وهنا للسيرم بتاعي كوبايتين سكر، كوبايه ميه، نص ليمونه. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونبتدي نعمل مع بعض الكنافه بتاعتنا. اول خطوه انا هعملها، هبتدي ان انا اعمل السيرم بتاعي، هحط كوبايتين السكر، تمام، لاني انا محتاجه هنا في الوصفه بتاعتي سيرم تقيل. احنا هنا عندنا في مصر بنسميه سيرم او شربات، في بلاد تانية بنسميه قطر او شيره. انا كده اضفت الميه للسكر، هبتدي ان انا اولع عليهم النار من غير ما اقلبهم، وهسيبهم يغلوا شويه، وبعدين اضيف لهم نص الليمونه. هنا الكنافه هبتدي ان انا اضيف اليها معلقتين السكر، وهبتدي ان انا اقلبهم مع بعض كويس جدا بالشكل ده كده. هجيب حلة واحطها على النار، وهضيف فيها كوباية السمنة بتاعتي، هو يدوبك كده نص كيلو كنافة عليه كوباية السمنة. هي الكنافة يعني الافضل ان انت تكوني ظابطة سمنتك فيها، بحيث ان هي تطلع طعمها كده وريحتها جميلة وتديكي اللون اللي انت محتاجاه. هبتدي ان انا اضيف الكنافة بتاعتي، طبعا السمنة انا ما يعني سبتها لغاية ما سخنت شوية كده، وبعدين اضفت لها الكنافة. هبتدي ان انا اقلب الكنافة بتاعتي كويس جدا مع السمنة، بحيث ان انا اشربها كلها بالسمنة، وهقلبها كويس جدا، وهفضل اقلب كده لغاية لما الكنافة بتاعتي تتشرب السمنة. طبعا انا موطية النار، وهبتدي ان انا اقلب فيها بالشكل دوت لحد ما تتحمر وتديني اللون الذهبي الغامق. اهم حاجه بس زي ما قلت لك تكوني مطيه النار، وتبتدي ان انت تقلبيها من تحت لفوق بالشكل ده كده، زي كده ما بنحمر الشعريه بالظبط، بحيث ان هي كلها تاخد لون واحد. وبعد ما بتبتدي ان هي تتحمص معايا، ببتدي ان انا ادوس عليها بالشكل ده، عشان لو عندي حتت مكلكعه تتكسر معايا، وبتبتدي الكنافه بتاعتي تنعم عشان تديني نفس الكنافه اللي بتتباع بره بالظبط. شايفين الكنافه بتاعتي بدات ان هي تاخد اللون الذهبي الفاتح، انا هسيبها لغايه برده ما تغمق، اوصل لدرجه اللون اللي بتتباع بره في المحلات بالظبط. شايفين الكنافه بتاعتي وصلت للدرجه اللي انا محتاجاها بالظبط، خلاص انا مش محتاجه ان هي تغمق اكتر من كده. هبتدي ان انا اقلبها تقليبتين وطفي عليها النور. شكل الكنافة حبيبي بعد ما احمرت، شايفين لونها ذهبي وجميل ازاي. هبتدي ان انا اشربها بالسيرم بتاعي،
شايفين السيروم بعمل زي عسل النحل كده بالظبط. هبتدي ان انا اقلبها على طول، لان العسل مجرد ما بينزل عليها بتجمد، فانا اقلبها كده على طول بالشكل ده كده. وبعدين هجيب صينية اكون دهناها دهنة بسيطة جدا سمنة، وابتدي ان انا اضيفها فيها. طبعا الخطوة دي عايزك تعمليها بسرعة قبل ما الكنافة العسل يمسك فيها ومتعرفيش ان انت تفرجيها. بعد ما فردت الكنافة بتاعتي بالمعلقة، هبتدي ان انا استخدم ايديا بحيث ان انا اسويها كلها سوا بعض، ما يبقاش عندي حتة عالية وحتة واطية. هبتدي اضغط عليها كده كويس جدا بايديا، على قد ما تقدري اضغطي بايدك كويس جدا عشان تتساوى كلها مع بعض. طبعا ما ننساش الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جبت حلة حطيت فيها مية وحطيت فيها الطبق، وسبت الشوكولاتة لغاية لما ساحت بالشكل ده. ممكن لو عندك ميكروويف بتدخليها فيه وبتديك برضو نفس النتيجة. أنا هبتدي هنا أضيف الشوكولاتة بتاعتي وأوزعها بالشكل ده. بحكم ان ولادي وزوجي انبهروا بيها جدا، وطبعا مفيش احلى واطعم من حاجة البيت، وكمان اوفر كمان من بره. وده شكل الصينية بتاعتي بعد ما اضفت لها الشوكولاتة. انا جبت الشوكولاتة البيضة وسيحتها وحطيتها في كيس، وهبتدي ان انا اكسر بيها اللون. يلا يا صحابي، لو عجبتكم الوصفة روحوا اشتركوا في القناة واعملوا لايك وفعلوا الجرس. هتلاقوا لينك الوصفة والقناة في صندوق الوصف. يلا بسرعة روحوا اشتركوا في القناة دي، بتعمل وصفات رائعة جدا. روحوا شوفوا بنفسكم، وكمان مع الوصفة في معلومة. وكانت معانا النهاردة قناة طبخة ومعلومة مع أمونة. وكده يا أصحابي نكون خلصنا. استنونا المرة الجاية مع قناة جديدة مع بيرو. باي.